إنها المحطة 27 لهذا المعرض المتميز العماني، والذي أينما حل يحمل عنواناً واحداً: التعريف بتجربة التسامح الديني والتفاهم بين الثقافات. أما مدينة نيوبورت الأمريكية فتحتفل هذا العام بمرور 350 سنة على سن قانون التسامح الديني، فكانت المناسبة للطرفين لإبراز أهمية التعايش بين البشر والتفاهم والعمل جميعا من أجل الإنسان. إنها مناسبة مهمة لتعميق الحوار بيننا وبين ثقافاتنا وأيضا أدياننا عندما يتطلب الأمر ذلك، وهذا الانفتاح هو ما يهدف إليه تعليمنا هنا في جامعة سال فرجينيا. وحضرت سعادة السفيرة لدى الولايات المتحدة حنينة بن سلطان المغربية فعاليات هذا المعرض الذي تم تقديمه في 26 مدينة أوروبية وفي 8 لغات، وهو حاليا يعد الأول في الولايات المتحدة، حيث تم خلاله عرض أكثر من 20 لوحة ونسخ من مختلف التحف الدينية. فالمعرض الذي تم بمبادرة وزارة الأوقاف وشؤون الدينية بالسلطنة وجامعة سال فيرجينيا برود آيلاند أكد على ضرورة هذه الفكرة وأهمية تفعيلها. وأنا أعتقد أن مثل هذا المعرض يسهم بشكل إيجابي في توصيل الصورة الصحيحة عن الدين الإسلامي وعن المسلمين من خلال شرح ما هو الدين، ما هو الإسلام، ما هو موقف المسلم تجاه المرأة، تجاه الطفل، تجاه قوانين البلاد واحترام العادات واحترام التقاليد وغير ذلك من الأمور التي تعكس جوانب التسامح الديني التي ينبغي التمسك بها. وكما هو معلوم فالعمانيون يمتلكون رصيدا كبيرا في تجربة التسامح الديني، فعمان كانت وما تزال منفتحة على العالم، وهذا ما يعطيها تعريفا كبيرا في إقامة مثل هذه التجربة وجعلها فكرة عامة تنفع البشرية. ومن الفعاليات التي ميزت هذا الحدث الثقافي عرض الرسام العماني مدني البكري لوحات فنية هادفة اعتمد في رسمها الخط العربي وبعض آيات من الذكر الحكيم تتخللها ألوانا راقية وجذابة. إنها رسالة بشرية تعبر عن أهمية التعايش وفهم بعضنا البعض والتحاور. هذا المعرض الذي سيمتد على مدى 15 يوما يطمح في أن يتوقف في أكثر من 10 محطات في الولايات المتحدة خلال السنتين القادمتين. ويقول المسؤولون هنا بالجامعة إن الفضل يرجع إلى كرم السلطنة في تقاسم منظورها الديني والتأكيد على الحوار الدائم في ثقافة اليوم الذي يعتمد بالأساس على الحديث والتواصل مع الآخر. فيروز الكرواني، تلفزيون سلطنة عمان من جامعة سال فيرجينيا بمدينة نيوبورت في ولاية رود آيلاند.